قناة اسماعيل فلوك سوس في الحدث لأول نسخة لدوري إيزاز لكرة القدم من تنظيم جمعية تنارش للثقافة والرياضة في ملعب تنارش بمشاركة 7 فرق تنتمي لمنطقة إيزاز وهي كالآتي: تنارش، أمس مترس، الديك، أزهار، أسكا، تيزوين وإدامغن. هذا الدوري يعتبر الحدث الأبرز في المنطقة باعتباره أول دوري ينظم على صعيد إيزاز كأول نسخة له، وبهذا فإن قناة اسماعيل فلوك سوس ستكون في الحدث من أجل الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المحفل الكروي الإيزازني من تقارير رياضية وملخصات المقابلات واستجوابات للاعبين والمدربين في قلب ملعب تنارش. فكونوا في الموعد وتابعونا في تغطية خاصة لهذا الدوري في قناة اسماعيل فلوك سوس.